سبحان من أنزل من السماء نورا كتابا فيه من خفايا الكون ما كان مستورا فيه الهدى والتقى لمن شاء الله قرآن ربي يذهب الهم ويشرح الصدور معجزة الله في الحياة قرآن يهدينا البركات قرآننا قرآننا تبارك وتعالى في كتابه الكريم:
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. ورحم الله القائل: فدهره يصفح عن قدرة ويغفر الذنب على علمه، كأنه يأنف من أن يرى ذنب امرئ أعظم من حلمه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أكرم الأكرمين. سحر الليل لقد تاب لندائك ربي وأجاب، في سحر الليل لقد تاب لندائك ربي وأجاب. عبدك فاقبلني يا ربي، عبدك فاقبلني يا ربي، عبدك فاقبلني يا ربي، عبدك فقبلني يا ربي. هيئ لثبات الأسباب، في سحر الليل لقد تاب لندائك ربي وأجاب، في سحر الليل لقد تاب لندائك ربي وأجاب. أدعوك بقلب تقبلني، اغفر ذلاتي وطهرني، أدعوك بقلب تقبلني، اغفر ذلاتي وطهرني، اغفر ذلاتي وطهرني، اغفر ذلاتي وطهرني، واعفو يا نعمة التواب، واعفو يا نعمة التواب. في سحر الليل لقد تاب لندائك ربي وأجاب، في سحر الليل لقد تاب لندائك ربي وأجاب. عبدك فاقبلني يا ربي، عبدك فاقبلني يا ربي، عبدك فاقبلني يا ربي، عبدك فاقبلني يا ربي. هيئ لثبات الأسباب، في سحر الليل لقد تاب لندائك ربي وأجاب، في سحر الليل لقد تاب لندائك ربي وأجاب. لذة نجواك وأكرمني ربي سبحانك وارحمني، لذة نجواك وأكرمني ربي سبحانك وارحمني، ربي سبحانك وارحمني، ربي سبحانك وارحمني، فلشرعك عبدك قد عاد، فلشرعك عبدك قد عاد. في سحر الليل لقد تاب لندائك ربي وأجاب، في سحر الليل لقد تاب لندائك ربي وأجاب. عبدك فاقبلني يا ربي، عبدك فاقبلني، عبدك فاقبلني.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل احتياجنا إلا إليك، أسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحان من أنزل من السماء نورا كتابا فيه من خفايا الكون ما كان مستورا، فيه الهدى والتقى لمن شاء الله، قرآن ربي يذهب الهم ويشرح الصدور. معجزة الله في الحياة قرآن يهدينا البركات، قرآننا قرآننا، معجزة الله في الحياة قرآن يهدينا البركات، قرآننا قرآننا، يهدي أولي الألباب إلى أسرار الأرض والسماوات، يهدي أولي الألباب إلى أسرار الأرض والسماوات، أسرار القرآن خفايا ما كانت تظهر للإنسان للإنسان، فوضعها الله بآيات آيات الحكمة والبرهان.